صباح الخير. النهاردة هعمل مافن الفانيلا، سهل لذيذ من غير اي عقد. زي ما كلنا عارفين اي مافن بيكون مكونات سايلة ومكونات جافة وبنخلط الاتنين مع بعض، بس انا هنا استخدمت مضرب كهربائي مش يدوي لاني كنت عاوزة المافن يكون لونه فاتح من جوه. يلا نبتدي ونقول بسم الله. في طبق كبير هضيف بيضة كبيرة بدرجة حرارة الغرفة، 1/3 كوباية سكر ومعلقة صغيرة من الفانيلا. هضربهم مع بعض على سرعة عالية لحد ما يبقى لونهم فاتح وقوامهم كريمي، وده اللي هيخلي لون المافن فاتح من جوه. ممكن نستخدم مضرب يدوي بس هياخد وقت شوية علشان اوصل لنفس النتيجة. هضيف 1/4 كوباية زيت ونص كوباية زبادي بدرجة حرارة الغرفة، وهضربهم على سرعة متوسطة لحد بس ما يختلطوا مع بعض. بعد كده هنخل المواد الجافة، 1/4 كوباية من دقيق الكيك ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر وربع معلقة صغيرة من الملح. النشا اللي في دقيق الكيك مع ضرب السوائل كويس بيخلي المافن هش وطري ولونه فاتح وجميل. على سرعة هادية هخلطهم لحد ما يختفي الدقيق، مش بنضرب كتير. اخر حاجة بضيف 2 معلقة كبيرة من الشوكولات شيبس، ممكن تزودي عن 2 معلقة وممكن تستغني عنه خالص على حسب ذوق كل واحد. قوام الخليط مش خفيف لانه لو خفيف الشوكليت هتنزل لتحت في المافن. كمية دي عملت 6 مافن، ممكن تعمل 8 ممكن تعمل 9 على حسب حجم المافن اللي انت عايزة تعمليه. هزين من فوق بشوكليت شيبس، ده اختياري. الخبز بيكون على درجة حرارة 180 درجة سلسيوس من 25 لـ30 دقيقة، وده شكله بعد ما خرج هش طري وشكله يفتح النفس. هسيبه يبرد تماما وبألف هنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم واشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي. باي باي.